الأفكار السلبية الإنسان وقت بيفكر فيها، وبيقولوا طبيعي الإنسان يكون عم بيفكر إشياء سلبي، ما كل شيء سلبي. كمان الأفكار السلبية هي سبب من أسباب إبليس وضعها بحياتك تدمر لك حياتك ويدمر ويسلب منك حياتك وحياة الأبدية. 100%. وانا تعلمت شيء جديد، نعم يعني ماني صغير انا هلا، عرفت كيف؟ ماني شاب مثلك هيك وصبيه مثلك، ميرسي. 62 سنه ماني ولد، فما علي كثير، صار لي هلا 51 مش سنه ماشي مع الرب. تعلمت شيء جديد، الافكار السلبيه هيدي منا افكاري، طبعا منا افكاري انا، صح. وهذا كثير مهم الانسان المؤمن خاصه يعرف هالشيء هذا، لانه بيليش بحبك تمتلك الافكار هاي، لانك هلا انا ما فيني امنع العصفور يمرق من فوق راسي، فيني امنعه يعشش ويعمل كاكا، صح. بس شو بدي انا اعمل؟ كشه. ليش؟ لانه هذا الفكر مش فكري، هذا فكر الشيطان، صح. هو بيجيب هالفكره هيدا، فانا بقول له انت هذا فكرك، وانا باخذ هالفكره هيدي وبدمرها تحت اقدامي باسم الرب يسوع المسيح. يعني الله عنده اراده وخطه للانسان، وابليس عنده اراده وخطه للانسان. انت اللي عم تسمعني اليوم، بدي خبرك خبريه مفرحه جدا. كيف بعرف انه في امل وفي خلاص لك؟ لانك هلا بهذا الوقت عم تسمعني كرمال تسمع صوت الرب عم بعيط لك، عم بيناديك، يقول لك بكفي انك تكون عم تعمل اراده ابليس تدمرك ويدمر لك حياتك ويسلب حياة أبدية منك وفرحك. أمين. وحياة المنتصرة. أمين. أما الرب اليوم بده يكلمك ويقول لك تعا مشبعت من تعمل مشيئة إبليس بحياتك بعد ما تعبت، تعا لعندي يا تعبان تأرجيك شو أفكار صالحة تجاهك، تعا لعندي يا تعبان تأتيك الراحة وعوض لك عن كل الأيام الإكلاجات أضعاف، تعا لعندي يا تعبان تخليك تشوف النور وتخليك تشوف قيمتك بالمسيح. هللويا. شو هي قيمتك بالمسيح وتمنك، لأنه إبليس بيقول لك أنت لشو رخيص ما إلك تمن، أما تمنك بالمسيح دم يسوع. هللويا. أنت غالي، غالي مش لأنه أنت متعلم، أنت غالي مش لأنه أنت معك مادي، أنت غالي مش لأنه عندك سلطة، أنت غالي مش لأنه تنورتك قصيرة، وأنت غالي مش لأنه شعرك أشقر أو أحمر أو بتعملي حركات رفقاتك بيقول لك مهضومة، أنت غالي لأنه دفع تمنك دم على الصليب كرمال يفديك ويخلصك من محبة العالم وإغراءات العالم وشهوات العالم، تكوني أنت قديسة ويكون عندك حياة وحياة ناجحة بالمسيح يسوع. آمين. حياة أبدية. آمين آمين. خيي رفول، نعم، أنت لبناني الأصل. لبناني من وين؟ لبناني قحي لغش فيه، ما في غش. لبناني اصلي. من وين حضرتك؟ انا اصلا احنا عائلتنا من دهور شوير، نعم، لكن انا ولدت وخلقت بمنطقه اسمها المصيبه، نعم، بيروت. نعم نعم. فولدت فيها، يعني ولدت بيت مسيحي، لكن ما كان في اي شيء مسيحي بالبيت، ولا حتى انجيل او كتاب مقدس، او حتى كمان ما كنا نروح على الكنيسه. مثل انا كان هيك، وبتصور كل المسيحيين اللبنانيين، معظم المسيحيين اللبنانيين بنسميها، نقول هذه المسيحي بالاسم. نعم. يعني انا بحب كمان اقول دائما بالوعظاتي، حتى اذا انت ثابت انك ولدت بجنينه الحيوانات، يعني ما بتكون حيوان اذا انت انسان ولدت. فاذا انا ولدت بعائله مسيحيه ما بتعملني مسيحي. صحيح. نعم. ولا كنت بعرف شيء عن شيء ابدا بالموضوع هذا، مع انه كنا يعني روم ارثوذكس نحن. يعني ما كان عندنا مشاكل في البيت ابدا. كان عائلة نظيفة مرتبة محترمة، بس ما كان في أبدا أي تعليم مسيحي بالبيت، ولا اختبار مسيحي، ولا قراءة كتاب. ما كنت بعرف شيء عن الرب ولا عن الله ولا خلاص. بس ما كنت تمارس. أنا تبع أمي تقول لي صلي مرة أبينا مرة سليم قبل ما تنام. أنت أمك كانت شوية، أنا أمي كانت تخوفني تقول لي ما تكذب، إذا بتكذب بيجي الملاك بيخنقك بالليل. جزء بيخنق. جزء بيخنق. احنا كان يقول لي يسوع بيجي بيخنق. اوه واو. يعني كثير. يعني انا امي احسن من انكم، لكن انا بس كنت تعرف الملك، اجي الملك يخنقني، بس انا يعني كنت اعمل تحتي بالتخت لانه كنت كذب كثير بالنهار، فكنت خايف بالليل. صح. لك شو هالحكي هذا؟ صح. يعني
فكان ضل هذا الموضوع لحتى صار عمري 17 سنة. نعم، شو صار؟ يعني بحب كثير أنا أقول إنه ما كنت عم فتش على الله، لأنه ما كنت عندي أي يعني مدمن بهذيك الأيام، ما كان في إدمان على أي مخدرات أو سيجارة، أو كنت ولد كويس بس ما كنت في كتير مخلصين، بس مش مخلصين. يعني فيني أقول أنا كنت آدمي بس مش مسيحي. حلو. نعم. كنت آدمي بس ما كنت بعرف إنه أنا بحاجة للرب. نعم. ولا كنت أنا عم فتش عليه. نعم. في كتير ناس بيقول لك أنا كنت عم فتش على الرب ولقيته. هذا بيضايقني، بتعرف ليه؟ لأنه الرب ما كان ضايع. صح. تتلاقيه. أنت اللي ضايع، إحنا الضايعين، هو اللي لقينا. فأنا هيك صار معي. كنت عم بتمشى بالشارع بالمصيبي، وإجا شخص ممكن كتير ناس تعرفه. اسمه الدكتور إيليا ملكي. نعم. يعني إجا من وراء ظهري هيك وحط إيده على ظهري، قال لي مرحبا مرحبا، قال لي بحب أدعيك تجي تحضر مدرسة الأحد. قلت له يا حبيبي أنا بروح خمسة أيام على مدرسة، بدك تاخذني نهار الأحد كمان على مدرسة. شو هالحكي هذا؟ فشد علي ويعني قنعني ورحت. رحت على مدرسة الأحد، انبسطت. صار في شيء غريب، في شيء شدني، اللي هو عم بقرا بالانجيل لاول مره بحياتي، حكي حلو. فانشديت صرت روح كل احد. نعم. بس صار في مشكله، رحت مره الاحد ما كان في حدا، اختفوا، ما بعرف شو صار. هلا عرفت من بعدين شو صار. هو كان زوجته امريكانيه، فراحوا بفرصه على امريكا السنه وسكروا. وبهذيك الايام ما كان في يعني كنايس تعلم الانجيل، قليل جدا، يمكن كان في 3-4 بكل لبنان. نعم. أنا عم بحكيك يعني هلا بالسبعين. ما كان في مدارس تعلم الكلمة. نو أبداً. أو تخبر عن يسوع. يس. يعني بعدش إذا غيرت شوية، لما أنا صرت أعلم فتحت بيتي بالمنطقة اللي كنت ساكن فيها. نعم. بنخبر بعدين شو صار وين رحت. نعم. سكنت. فتحت بيتي لأنه أنا كنت بأمريكا، يعني ما في صار يجوا اللبنانيين اللي عندي على البيت. صار يجي 4-5-6-10-20-25-30 شخص لبناني. ففتحت الغرفة البيت وعملت كنيسة اجتماع لأنه عم بعلم الإنجيل. فيعني للأسف راحت وحدة خبرت الخوري عن الموضوع، أنقرت معه، فراح تلفلهم كلهم وسحبهم. إيه أنا جيت لأنه ما في حدا. ولك شو صار؟ قالوا ليش عم تروحوا عند هذا الرفول نجم؟ هذا هرطقة. قالوا هذا عم بيعلمنا. قالوا له عم بيعلمنا الكتاب المقدس. قالوا تعال انا بعلمكم. طب حلو كويس، يعني خلاني اعلم. بس اخذهم علموا المره وخلص راحت وراحوا. لا هن بلاد طريج لعندي وطلعوا لعنده. بس هذا تغيرنا شو الموضوع، على موضوع انه انت قلت حضرتك ما كان حدا يعلمني. فلما رحت تعلمت الكتاب المقدس، يعني شيء حلو، شيء جميل جدا. خي رفول وباسمه وكل اللي عم بيسمعونا، اخواتي ابليس بيقول لك منها مشكله اذا كنت عم تعمل طقوس او تعمل عادات او تعمل اعمال صالحه، منها مشكله اذا بكون يمكن عم بتروح تزور سجناء وتوزع كل مادياتك او تعمر كنايس او تاتي هبات كثير كبيره. هول كلن ابليس ما بيزعجوا. ابليس ما بينزعج وبيختنق، وهم نكون هم نهدده بالموت بحياة كل إنسان فينا، هو لحظة تبلش تفتح إنجيلك وتعرف الكلمة. هونيك إبليس بيختنق. كل إنسان مؤمن بيفكر حاله مؤمن، أو كل إنسان مؤمن مولود من جديد، إذا الإنسان ما بيكون هم بيثبت بيسوع ويثبت بالكلمة تينما بمعرفة المسيح ويكون عنده فكر المسيح، هو حيكون إنسان تحت سلطة وإرادة إبليس، لأنه شعبي هلك من عدم المعرفة. والمعرفة هي وصية من الرب لكل إنسان مسيحي. صح. عم يسمعني من كل الطوائف. إذا نحن منمينا بمعرفة المسيح، معناتها أنت إنسان عم تهلك. أكيد حيكون في عم بيفوت اليأس، أكيد عم بيكون عم بيفوت الموت، وبيكون أنت عم تسلب على حياتك اللعنة وترجع تقويها وتقلها نعم، وتبلش تتكل على فكرك وما يكون عندك فكر المسيح، وحكون عم تتكل أنه يكون عندك دينة تسمع فيها أخبار العالم اللي هي حكون سبب أنه يرجع الخوف على حياتك. ولو رحت عند حكيم حتاخد دواء، ولو شو ما صار يصير ما في خلاص إلا بالمسيح، والمسيح هو
الكلمة. هللويا أمين. أخرفول أنا عندي سؤال. نعم. تفضلت ببداية حديثك كنت عم بتقول كلمة جذبتني. تفضلت وقلت كلمة مخلصين ولكن غير مخلصين. صح. فهل أنت بأول اختبارك بأول إيمانك هل اختبرت دغري الرب وقبلته على حياتك رب؟ لأنه أمرار نتعذب أول فترة، أي أمرار منروح منرجع منفل من بعد، مش دغري مننجذب ومنلزق ومنلتصق بالرب. فهل هالاختبار كان سريع؟ قبلت دغري الرب يسوع رب على قلبك أو كان في شوية عرقيل؟ أنا كتير مبسوط أنك سألتيني هالسؤال هذا. نعم. لأنه يعني معرفة الرب بتختلف. نعم. هذا الشيء حلو كتير عن ربنا، لأنه الروح القدس بيحترم شخصية الإنسان. أمين. حسب شخصيتك بيتعامل معي. فكل اختبار بيختلف. مشكل يسوع مش كلنا مثل بعض اختباراتنا. فاللي صار إنه إذا بتتذكري قلت لك إنه رحت بعدين ما شفت حدا. فهلا كان مدة سنتين على الموضوع هذا. كان في خيبة أمل يعني بعدت. خيبة أمل كبيرة لأنه نعم. كنت عم بنجذب. نعم. لها الشيء هذا. وأنا هذا كمان حلوة الكلمة الأولى لكل خادم للي الرب دعاك على منطقة. ما تترك. لأنه في ناس مثلي أنا انجذبت وتركتني، ما كنت بعرف وين بدي أروح. صحيح. وشو بدي أتعلم. فعلى كل حال عم نلعب مع بعض شباب، عم نتسلى. ما كنا يعني عصابة زعراني، لا كنا أوادم، بس بنفس الوقت عم نلعب وعم نتسلى. إجا واحد منا قال تعوا في كنيسة، هاي من بعد سنتين، في كنيسة صغيرة هونيك يعني غريبين عجيبين، شي بيضحك شي بفقع من الضحك. قلت له شو يعني؟ قال بزقفوا هيك، تعال نروح ننبسط. كنا حوالي 15 واحد. عفوا، بس كان بعد عندك هالشوق انك ترجع؟ هلا كان في شوق خف كثير. بس لما سمعنا هالشيء هذا كنا رايحين بس مشان نضحك. نعم. ورحنا لهوني، ولما رحنا شفت الرجال نفسه، هذا الرجال اللي يا ملكي، وعلي انا واو. هلا صار عندي اشتياق اكثر، بس استحيت وخفت من الناس من اصحابي انه شو عم بيقولوا هدول. فصرنا نروح لهونيك، وانا بحب دائما انه الشبيب يكون انا الرئيس تبعهم. فصرت شو بعمل؟ صرنا اعمل حالي انه انا قبلت الخلاص، وقف اعطي الشهاده وانا عم كذب. ايه، والشباب يضحكوا. يعني عم تلعبوا؟ عم نلعب. مزح بمزح. ضل الموضوع هذا على 6 أشهر مزح بمزح. وبعدين صرت حتى كمان قلده، وصرت احكي مثله، وصرت اوعز مثله، ولم عشور وعطايا وكل شيء اللي بيعملوا، مشان ضحك كل الشباب اللي معي. بس في ليلة وقف فيها رجل الله، كان ليلة أحد. ليلة أحد كانت بآب 73. صار يوعظ، أنا صار قلبي خبط كله سوا. هذا عم يحكي عني. كشفك؟ كشفني. أنا بدي ما كنت أعرف شيء اسمه روح القدس. هلأ بعرف شو اللي كشفني. روح القدس كشفني. أمين. يعني شيء حلو. في كأية بتقول لك انا اخترتكم. صح. مش انتوا اخترتوني. صح. وانا سمعت قصتك شوي، هو اختارك مش انت اخترته. واقمتكم ودعوتكم وقدستكم كل شيء. أمين. هو الذي بدا فيكم عمل صالح. صح. هو يكمله. صح. مش نحن بنكمله. فهيدي الليله طلعت مثل كل مره لقدام تطلب الرب، واصحابي عم يضحكوا، بس انا هالليله هيدي صار معي شيء، في شيء تغير. قلبي كله تغير، فكري كله تغير، عقلي كله تغير، الدنيا كلها تغيرت، لك الأشكال تغيروا. ورجعت على المقعد، طيب صار يضحك هذا وأنا جدي. في واحد منه قال لي شو بيك؟ قلت له لا، هالمرة صار في شيء غير شكل، يسوع لمسني، في قوة جذبتني، لمستني غيرتني. ولك بطلت أعرف سب، كنت سب كل كلمة مسبب بطل تطلع، وقفت من الوحدة. فقال لي واحد من هدول الشباب شو قال لي؟ قال لي إنه طيب تنجربك هيدا حتى قبل المسيح، إذا ضربتك على اليمين لازم تدير خدك شوي. يعني مش أخدينك بالجدية بعد أنك اختبرت. لأنه كنت كله مسح بمسح. نعم. بس أنا ما كنت مسح بمسح ليتا، بس أنا بعدني ببي هالقرآن جديد. أكيد. فقلت له أوعى تضربني. إذا ضربتني بدي كسر لك راسك. فلا راح ضربني وراح نزلت في خبيط ما كانش. من بعد هالمرحلة، أيوة. هون تمت مثل ما بنسميها أو تسمى الولادة الجديدة 100%. أصبح لكن خير فول كان هو
صحيح الهوية مسيحية بس أعماله كانت أعمال إبليس. 100%. وقت اختبر الروح القدس وولادي جديدة أصبح ابن الله. هللويا. وقت صرت ابن الرب شو صار؟ أوكي. واو. إن شاء الله يكون في عنا وقت طويل. اللي صار إشياء حلوة كتير بس صارت إشياء سيئة كتير. يعني. بس أنا بدي شوي أطشك. أوكي. إشياء سيئة اللي حضرتك أو يا خيي ذكرتها هالاضطهاد. أيوة. وإنك مهرتق. إيه. هتأكيد إنه أنت ابن الرب. مزبوط. 100%. من أنت هللويا. مجدا لأبويا. صح. مزبوط. هيدا بس خليني أحكي شوي على الفرح. نعم. لأنه كنا رحنا لهنيك مش إنه بسيط. صح. ليش؟ لأنه كنا جربنا كل شيء. صح. بطل في شيء بسطنا. فرحنا على الكنيسة هيدي تنشوف شيء غريب عجيب مش إنه بسيط. وما كان في شيء بسيط. بس ليلتها ما بقى في انبساط، صار في فرح. في فرق كتير بين الفرح والبسط. صح. هلا أنا مثلا في ناس بتزقف حتى تفرح. لا أنا بزقف لأنه أنا فرحان. صح. عارف كيف؟ فهيدا الفرق إنه صار في فرح عجيب غريب. ما ممكن احدا يقدر يوصفه. هذا ما حدا بيقدر يعطيك اياه. ما يعني الشرب ما بيعطيك اياه، نسوان ما بتعطيك اياه، الامر ما حدا ممكن يعطيها الفرح هذا الا رب يسوع المسيح بالروح القدس. فهذا الفرح بعدين صار في عطش لكلمه الله. صار بدك. ما كان انا طالع بالانجيل هلا ما فيني اتركه. طول النهار اقعد اقرا بالانجيل. انا في مش هيك امي خافت هذا الصبي الجدب. قلت شو صار له؟ تلفن الحكيم. تشوف اذا صار لي شيء مثلا. عرفت كيف؟ لانه صرت كل ايامي اقضيها صلي واقرا صلي واقرا، ما 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 بطلت اعمل شيء غير الا هيك. صاروا يتمسخروا عليك عم تنج زيت. اتمسخروا؟ بدك تحكي عن مسخره؟ نحن صاروا يعيطوا لي اخ رفول بالكنيسه. نعم. كيف؟ فكل اصحابي يقولوا لي اخ تفو. لا انا مالي اخ تفو. ولما امرق من الكنيسه كنا نحن هذه الكنيسه غير شكلها، ما بعرف اذا هون كبروا لي. كان اثنين عشيه، ثلاثه عشيه، أربع عشية، جمعة عشية، ناخذ خميس بس فرصة، السبت عشية، السبت الصبح سبت عشية، كل يوم سبعة أيام الساعة 6 إلى 7 صلاة. يعني مثل كأنه موعد مع حبيبتك. علاقة حب. لأنه بقول لك لأنه إنه غرم فيه. صح. في حب وفي غرام. صح. في عشق. صح. فأنا جذبني يسوع، عشان هيك لما أنا بخبر الناس ما بقول إنه هو بس يسوع مخلصي، حبيب قلبي. صح. أمين. حبيب قلبي. شو اللي جذبك بيسوع أخ رفيق؟ حلو حبيبي هالسؤال. اللي جذبني بيسوع كلامه. كل ما تعمقت بالكلمة كل ما جذبت أكثر. طيب في ناس بيقولوا لك كلامه، بقرا الإنجيل وبسمع الكلمة بس ما بقدر قوم بالوصايا، بيرجع بمل وبيتجر من الحياة المسيحية. شو بنقول لهم؟ هلا برجع لسؤالي. بشو بتنصحهم؟ برجع لسؤالك الأولاني. في مخلص لكن مش مخلص. امين. فكتير في ناس. نعم. مخلصين عم بيحبوا يعملوا بكلام الرب ما بيقدروا انهم يعملوها هني. نحن ما فينا المسيحيه، انا بقول لهم بالانجليزي بالامريكا. نعم. مش صعبه، مستحيله. حياه المسيحيه مستحيله. جهاد. لانه اذا انت عم تحاول تعمليها بقوتك. صحيح. مستحيله. اكيد. بس لما انت بتولدي ثانيه بيجي الروح القدس بيسكن فيكي. امين. فهيدا الروح بيصير الكلام واضح، بيصير في بيفهمك وبيعزيك وبيرشدك وبعينك. هيك قال يسوع عنه. نعم. قال له أنا ما أترككم يتامى، أرسل لكم المعزي، هو يرشدكم. أمين. هو يعلمكم وبذكركم كل شيء أنا قلته. فهذا اللي بيختلف هالشيء. نعم. وصايا الله ليست ثقيلة بيقول الرب. هللويا. صح. بأفسس 2 أي 1 بتقول لأننا نحن عمله مخلوقين. هللويا. في المسيح يسوع. وقت ولدت من جديد يعني خلقت بالمسيح يسوع. أمين. لأعمال صالحة قد سبق الله فعدها لكي نسلك فيها. لألك ولألك الرب خلقك لأنه عنده عمل صالح لألك. ما تقول رفول هو أفضل مني أو حظه هيك، ما في شيء. هالكلام هذا الكلام لكل شخص اليوم بيفتح وبيقبل الرب مخلص شخصي لحياته، يمكن من خلال صرخة، يمكن من خلال اليوم تتواضع وتقول له يا رب أنا تعبت، أنا تعبت بحاجة لألك، لأنه الرب بيحارب المتكبرين، والمتكبر هي من صفات إبليس، ومعشعش الكبرية فينا،
ما الرب ما بيقدر يفوتها قلب إنسان بعده متكبر. مش هيك بيسخلك اليوم، بيسخلك يا بني يا ابنتي أعطني قلبك ولتلاحظ عينيك تركي. في مخطط مهما كان عمرك، مهما كان عمرك، شو ما كانت حيلتك، شو ما كانت حيلتك، في مخطط لألك ولألك ناجح وقادر تحقق وتقصم بحياتك وتاريخ حياتك اشياء تقوم فيها ما حدا غيرك قادر يقوم فيها، لانه انت قادر انك تعمل كل شيء بالمسيح اللي قادر الرب انه يعطيك القوه، واليوم يسكب قوه بحياتك تغير لك مجرى كل حياتك. خير افول مشان هيك الوقت قد ما نقعد معك وقد ما نحكي عن الرب ما بنشبع، خبرنا شوي عن خدمتك اليوم. خدمتك شو هي وكيف عرفت خدمتك؟ من لما الرب دعاني، نعم، يعني خلصني، نعم، وجدني، نعم، وفتح لي قلبي. من نفس النهار هيدا صرت اطلع بالخادم الرب، انا حكون هيك، امين، انا حصير هيك. صرت روح على البيت حط كراسي بالاوضه ما في حدا وعزله حلو، وحط يعني كل ليله كنت اعمل هيك. فعرفت انه هيدي هلا بهذيك الايام ما كنت اعرف شيء عن الدعوه، ما كان في عندنا تعليم كتير. صح، ما كنت اعرف شيء هذا. وبعدين شو صار؟ لانه بالنسبه للاحوال العاطله بلبنان بهذيك الايام وحرب مزعجه كثير، انجبرت لانه صار معي مشكله كبيره ما بدنا نحكي فيها هلا ليلي. جربت اهرب من البلد بطريقه معجزيه، لانه الرب عنده مخطط. ما عنده مخطط، انا كثير عجبني هالكلام هذا، يعني بالانجليزي بنقول عليه بلو برنت، هو مخطط البناية. صح، ما نحن بناية. صح، نحن بعدنا هلا عم يبنينا الله. صح، فعنده مخطط لانه قبل تاسيس العالم. فمخططه انا روح على هالبلد هيدا بامريكا اسمه بوسطن. لما وصلت لهونيك حبيبي، كان معي 15 قرش، ما بعرف احكي انجليزي، لكن في الكتاب بيقول انه كان الرب مع يوسف واصبح يوسف رجلا ناجحا. فانا صرت اشتغل غسل سيارات. من بعد ما صرت غسل سيارات صرت بياع سيارات. بعدين من بياع السيارات صرت المدير تبع الشركه. بعدين اشتريت الشركه صارت لإلي. عندي 45 موظف، عندي سيارات بحوالي 5 مليون دولار. بس كنت تعيس حزين. سألوا يا رب ليش انا حزين؟ لانه يا رب انا لانه دعيتك تخدمني جاي هون تعمل مصاري. يعني كانه انت عم تعمل بوقت مخططك. كنت انا عم بعمل مخططي وحلمك، وهذا المخطط انا كنت اعمله من الخوف، خوف الحاجه، لانه انا كنت محتاج ماديا، خوف الحاجه بدمر لك مخطط الرب. في بدعة من ابليس او اسلوب من تدمير شخص الانسان انه دائما يكون عم بيزرع فيك خوف الحاجه. يا سلام، عندما تختبر الرب بحياتك وتبلش تجرب الرب بانك تكون تعطي اعطوا تعطوا بالكال الذي يكلون به ويكل لكم، وقد نبلش نمشي بتعاليم الكلمه في فايل موجود عند المؤمن بينشال هو الخوف من الحاجه والعوز. هذا ما حدا بيقدر يشيله اخواتي، وضروري ينشال من الحياة. مش حلوة تعيش 50 سنة و80 سنة عندك فرد فكرة كيف بدي دبر، بدي اترك قرش الأبيض ليوم الأسود، قرش الأبيض ليوم الأسود، بدي خبي، خايف من بكرة، وإذا انفتح المستشفى شو بدي يصير، ومستقبلي وآخرتي. حبيبي عندك بي هو أمين وهو قادر لأنه خلق السماء والأرض وسهران وما بينعس وما بينام، شغلته انه يرعيك ويسدد لك كل احتياجاتك، لانه لا عوز لمتقيه. الاشبال احتاجت وجاعت، اما طالبون الرب فلا يعوزهم شيء من الخير. خيي واختي، انا شخص عشت 29 سنة خوفي من العوز خليني اتصرف تصرفات كثير غلط. بهذا الخوف من العوز مش من شيم او من اخلاق او من فكر المسيحيين. وللاسف خير فول يا ما في مسيحيين اليوم عندهم خوف من
عوض، لأنه بعد إسا ما تعرفوا هبيون اللي بالسماوات. أنا اليوم دي أدعيك هيجي تكون عم تسمع مبيك، هيجي توقف وكرم بيك بالكلام أبين الذي بالسماوات، واحد اثنين ثلاثة عشرين، لا ما بيمشي الحال. بدك تختبر الولادة الروحية، وبرجع أذكر وبرجع أقول الولادة الروحية بتجي وقت بتجي تطلب رحمة. يا سلام، رحمة تي يوردك من رحمه، لأنه من رحمه بتولد من جديد من فوق. وقت تولد من جديد بيعطيك، بيشيل قلب الحجر، بيعطيك قلب اللحم، بيشيل فكرك وبيحط لك فكره. عملية أكبر عملية بتتم وبيبلج هي وقت أنت بتطلب الرب أنه يرجع يخلقك من جديد. وهون بيقول لنيكوديموس إن لم تولدوا من جديد لن تدخلوا ملكوت السماوات. ملكوت السماوات مش فوق، هو هون عم نعيشه، هو فرح وسلام وقديس وبر وراحة وفرح وبركة. أمين. شو ممكن كفي؟ فقعدت عم بشكي للرب، أنا حزين. فسمعت الرب تقريبا يمكن بس تاني مرة بحياتي سمعته بوضوح، حاجت تتزمر، طوشت لي راسي، مش مبسوط، اترك اللي عم تعمله وروح اللي عم قلت لك شو تعمله. فتركت كل الشغل ورحت وأسست كنيسة هناك بأمريكا. كنيسة بس للمشاهدين هي جماعة مؤمنين. ايه ما أسست بداية صح، حتى يعني مزبوط أسست كنيسة ببيت صح، اجتمعنا كلنا كنا رجال أعمال مستمعنا ببيت. يعني رجعت لنفس الشيء، انك ترجع تدعي الاخوة وتحكوا بكلمة الرب. بكلمة الرب. ها هي الكنيسة. وصلنا نكبر، صارت تكتر الاعداد، من بيت صاروا بيتين، صاروا ثلاثة، صاروا اربعة. حلو. ما بقى الساعة وبقى بيوت، فرحنا استأجرنا بناية لانه صاروا 500 شخص. هاليلويا. عرفت كيف؟ هلا حاليا صار في عندي، مش لقلي انا يعني، كخادم الرب عم بخدم 16 كنيسة، كل واحدة فيها 200-300 شخص يعني، وعندي من 35 دولة، 35 لغة. وفتحنا مدرسة لأنه عندنا هناك المدرسة الحكومية ما بتعلمك إلا كل شيء ضد الإيمان المسيحي وتعليم المسيح، مع أنه البلد بيقولوا عنه بلد مسيحي، ما في شيء اسمه بلد مسيحي. وحتى ممكن أنا مرة كتبت هالفيسبوك أنه مش المدارس المسيحية هي بتأتي فكر المسيح، مش هيك ننتبه انه بيقولوا مدرسي اسم الله، مدرسي اسم فلان. وهونيك انا تعلمت بالفرير خير فول، طلعت اكبر ازهر بلبنان بقى ما عرفت شو السبب. سؤالي لألك، سؤالي لألك، الكل اليوم بيعرف بعد اعمال الرسل، واليوم سنة 2021 كل بيعرف بخدمة الراعي أوكي، المبشر أوكي، والمعلم إلى حد ما. بس بأفسس 14 مكتوب وهو أعطى البعض أن يكونوا رسولا، أول شيء رسولا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين. بس الخدمة الرسول والنبي بعدها ماشي اليوم، لأنه في أشخاص مش سامعينها وبيعتبروا أعمال الرسل خلص وأيام الأنبياء. اليوم حضرتك سؤال لألك، تفضل. يعني حلو كتير هالسؤال هذا، ومثل ما قلت بالأول هلك شعبي، بالأول بقولك سبيا شعبي صح، لعدم المعرفة صح. وإذا ضل عدم المعرفة بعدين بيهلك صح، في سبي وفي هلك. بس المعرفة حلوة كتير، لأنه كلمة المعرفة بتعرفون الحق والحق يحرركم. هذه كلمة تعرف هي نفس الكلمة الروح القدس دونها بالتكوين لما قال عرف آدم امرأته صح. فمش أنا بقول لك تعرف توني ايه معلوم تعرفه عشرته، لا صح. ما بتعرف صح. فمش هيك كل واحد يقول لك مسيحي عشرته للمسيح، عشرت الحق. إذا ما عشرت الحق ما بتعرف الحق صح. فمعاشة الحق إنه بيجي الروح القدس بيكشف لك إياه. فالروح القدس هلا عم بيكشف لناس كتير اللي هن مؤمنين حقيقيين مغرمين بالرب. حقيقة التعليم الأساسي إنه أعمال الرسل ما انتهت. أمين. الكتاب الوحيد اللي ما بيخلص بكلمة أمين. كل الكتب بأخرها في أمين. يعني تم.
صح. كتاب أعمال الرسل ما في كلمة أمين، لأنه نحن بعدنا هلأ عايشين وعم نكتب أعمال الرسل. بعدين أعمال الرسل مش أعمال الرسل، هني أعمال الروح القدس في وسط الرسل. فهذا التعليم يلي موجود، الرسول بولس قال أنه يسوع وضع في الكنيسة أول رسل. طيب شو راحت الكنيسة؟ إذا ما راحت الكنيسة لازم يكون في رسل. وضع أنبياء، طب راحت الكنيسة؟ طب ما هو وضعهم بالكنيسة، ما قال أنه وضعهم بس بكنيسة أفسس، وضعهم بكنيسته. هو الأب بكنيستي وأبواب الجحيم لا. هذا أهم شيء، أنه يكون العالم يعرفه أنه هو كنيسته. فهالكنيسة في رسل. أنا بفتخر بس بتواضع أنه أنا عندي خدمة رسولية، وحتى أدعى رسول بالبلد اللي أنا ساكن فيها. بس ما بخدها الشيء هذا وبفتخر فيه رسول رسول، لا، مش 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 وظيفة، مش مركز، خدمة، خدمة رسولية. خدمة الرسول شو معناتها؟ صح. يعني مرسل، كل واحد أرسله الرب خاصة لافتتاح كنائس. ها، وهالرسول هذا عنده رسالة، كل شخص عنده رسالة، هو رسول. فأنا رسالتي مش من الجنرال فلاني ولا من الرئيس فلاني، رسالتي أنا من رب الأرباب وملك الملوك. صح. فلأنه عندي رسالة رب الأرباب فأنا رسول في الكنيسة. طيب خيي رفول، كخدم أنت للرب يسوع المسيح، فيك تفسر شوي للمشاهدين شو الفرق بين الرسول والنبي والمبشر والمعلم والراعي؟ هيك باختصار. باختصار ممكن أنا أفسر التعليم هيدا، لأنه يعني أنا كتير مندهش ليش الأخطوني سألني هالأسئلة هيدي، لأنه هو ما بيعرف أنه أنا هلأ حالياً بروح بجول بالعالم أنه أفسر هالتفسير هيدي، لأنه لازم الإخوة والأخوات يفهموا أنه نحن بعدنا عايشين بأيام الرسل، لأنه الرسول مهم جداً. شو الاختلاف؟ هلأ الرسول بيأسس، النبي بيتكلم عن الله، المبشر بيجيب ناس للرب، بيتصيد نفوس. نعم. حلو. المعلم بيفسر شو الرسول عم بيعمل، المعلم بيفسر شو النبي قال، والراعي بيرعى الاخراف بيهتم فيهم. حلو. كراعي ما فيك تروح من هون لهون، الرسول بيروح بلف العالم، والرسول هو اللي بيحط. شوف هني هدول خمس خدمات، هيدا الرسول. ليش هذا الرسول؟ لأنه وضع في الكنيسة أول الرسل. شوف الرسول شو بيعمل. الرسول بيقدر يمسك النبي، بيقدر يمسك الراعي، بيقدر يمسك المبشر، بيقدر يمسك المعلم. هيدا ما بيقدر يمسك الكل، المعلم هيدا ما بيقدر يمسك، هيدا ما بيقدر، هيدا ما بيقدر. هيدا بس الرسول يلي بيقدر يهتم ويدرب ويعلم ويأسس، لانه الرسول بياسس كنايس، بحط فيهم بيضع وبياسس انه اسس، بحط فيهم اسس رعاة، بحط فيهم انبياء. نعم. كل كنيسه محليه لازم يكون فيها هدول خمسه. يعني بقدر اقول الرسول بيقدر يكون كل شيء. ايه الرسول ممكن يكون بيقدر يعطي كل شيء، بيقدر يدرب على كل شيء، يعني بيقدر يكون نبي، معلم، واعظ، ومبشر. 100%. يعني خمسه بواحد. 100%. نعم. شو صار نحن هلا؟ من 100 سنة تقريبا رفعت الكنيسة مركز الراعي، وبس صار تهتم بالراعي، فصار في بنقول عليه الأسيس يعني أو باستر بالإنجليزي. صار مركز الراعي أهم مركز، اختفى مركز الرسول. مش ما هلا ما في حدا منهم أهم من حدا، لأنه ما فيش بنسميها بالإنجليزي there is no positions، ما فيش مركز ما في مراكز بجسد المسيح، في خدمات، في خدمة. نحن كلنا بنخدم بعضنا. صح. وكلنا بنخضع لبعضنا بمحبة المسيح، لكن كل واحد عنده تمييز بالخدمة مش بالمركز. فمثل ما بتقولي حضرتك، الرسول مش انه اهم، لكن الرب بيضع رسل عنده النعمة خاصة انه يأسسه. والرسول شو بيتميز بالرسول؟ أول شيء عنده رسالة خاصة. نعم. لمكان خاص، وهالرسالة هذه بالحقها آيات وعجائب. ما فيك تكون رسول ما عندك حياة مليانة آيات وعجائب. نعم. لأنه منك رسول. صح. هذا بيميز رسول في الكتاب المقدس، حياة كل رسول مليانة كانت
آيات وعجائب وبعدها موجودة لهلأ. ليش؟ لأنه مش هن اللي بيعملوا الآيات العجائب، مين بيعملها؟ يسوع. أكيد. ويسوع هو أمسا واليوم وإلى الأبد. وإلى الأبد. آمين. يعني خي رفول، في أشخاص هم تسمعنا اليوم بيقولوا أنه أنا مش قادر أو ما بإيدي أو هو ميز. شو بتقول اليوم؟ أنه إذا انفتحوا ها مخطط الله لحياتهم، ممكن الشخص اللي عم يسمعنا اليوم يأسين تعبين ميت مدمر عم يفكر بالانتحار، خلص حس حلو وحيد من زوي ما عنده أي إمكانية بقى يعمل شيء، فشل يأسين سلبي، ممكن يكون رسول 100%، ممكن يكون بولس 100%. كيف؟ ما بولس كان قتال قتلة صح. يعني ما في حدا بالكتاب كان كويس، ما يسوع ما بيدل كويسين anyway. يعني لم يأتي للطبيب، يعني أنا جاي للمرضى، للمرضى بالخاطين. يعني الله أرسلنا، يسوع أرسلنا حتى نخبرك أنك أنت تقدر. كل شيء يتغير، كل شيء بحياتك بيتغير إذا أنت بس ترفع عينيك ليسوع بتقله وتسلموا حياتك، بتسلموا أمرك، بتسلموا حياتك، بتسلموا قلبك، بتسلموا تفكيرك. هو بيش في كلام حلو كتير، بس أنا صار لي زمان كتير ما تكلمت بالعربي، شوي لساني تقيل، بس في كلام حلو كتير إنه الله ما بيدور على ناس بروفيشنال، بيدور على ناس يلي منهم بروفيت، لأنه الإنسان إذا كان هو محترف يعني. شكرا نعم. حبيبي، إذا كنت أنت محترف بتاخذ المجد لك صح، إذا كنت ما بتعرف حالك شو عم تعمل والرب يتمجد فيك بصير المجد له. فالرب يستخدمك إذا أنت منك ما بدنا محترفين، شبعنا محترفين، ولا بده شهادات ولا شهادات ولا مراكز، بدنا إنسان يآمن ويصدق ويسلم والرب يشتغل فيك بوسطك. سؤالي لألك فضل. قبل ما نسمع ترنيمي من أختنا المرنمة الرائعة باسمة، آمين، برأيك الإنسان بحاجة لدراسات باللاهوت تيكون رسول أو نبي أو معلم أو مبشر أو راعي، أو هي أول شيء دعوة من الرب وبعدين بيجي تدريب لهذا الخادم، سواء ممكن يكون بحاجة لجامعة أو هيد خادم آخر أو من مجموعة؟ يعني أنا شخصيا خير فول فضل. أنا من وقت ما تعرفت هالرب من 20 سنة لليوم، السنة بخبر الرب وبخدم الرب وبرعي وبعيت وبشر وبعلم وبرعى وبروح بأسس وبرجع، سميني فهمين شيء، كلهم بيسألوني شو دارس، بقولن سميني فاضي ادرس مشغول بالأطلة بقولن أنا مكحوش من السيزيام، صف السيزيام يعني يعني بالسنة صغير بالابتدائي، مكحوش من المدرسة، كلمة إنجليزي ما بعرف، فرنسي ما بعرف، ما بعرف شيء، حتى كنت طقطق ما بعرف أحكي، وكنت بخاف أحكي. أول مرة طلعت أمسك ميكرو تقول يمسك صلي عم يشجعوني، جيت لحني صفرن غيب عن الوعي، قلبي كان لحو يطلع من محله، وما كنت أفكر ماكسيموم إن أنا بصف كراسي ماكسيموم. إنه اليوم هيدا الشيء بيتفاجئوا العالم بيقولوا لي منك دير الشيء أو هيك، شو برأيك بحاجة إنه يكون إنسان يتعلم لاهوت أو بصفتك شو رسول، شو متعلم، مين أنت، مين حطه هيك أخبار بدنا شوي منك، لو شوي عم بحش رأيك حبيبي. طيب واو، أنت سؤالاتك حلوين كتير، أكيد مالك متعلم. مين عطيك كنوا الأسئلة دي لكل منين جبتوا أسئلة كتير حلوة. أهم شيء الدعوة، لأنه في رسل الرب رسلون وفي رسل أرسلوا حالهم، ومعظم الرسل اللي أرسلوا حالهم لأنه راحوا على مدارس وتعلموا وأرسلوا كلهم فشلوا. بس الرسول يلي هو مرسل من الرب، مش هلا نحن مش ضد التعليم، أنا أبدا الرب يبارك مدارس اللاهوت بس مدرسة لاهوت وتعليم من غير دعوة ما بيمشي، ما بيعمل شيء صح. كل الناس اللي دعاهم الرب بالعهد الجديد خاصة كانوا صيادين سمك، ما كانوا يعرفوا شيء من شيء، بس واحد كان متعلم إلا بس بولس. وهلأ الرب بيستخدم الإنسان المتعلم إذا هو الرب دعاه حتى يوصل للناس، صياد السمك ما بيقدر يوصل له،
بس معظمهم صيادين السمك يلي الجهلة، حتى الناس بعهدهم لما شافوا الأعمال اللي عم يعملوها، العجائب اللي عم يعملوها، قالوا لك منين هدول يا عمي؟ مش هدول صيادين سمك؟ منين جابوا هالسلطان هذا؟ منين جابوا هالقوة هذه؟ منين جابوا هالفهم هذا؟ بتعرف شو جواب كان؟ علموا انهم كانوا مع يسوع. فأهم شيء، لأنه أنا ممكن أراهن، إذا بس عيب الرهان، ما بعرف، مش مسموح يعني عند الناس المتدينين، بس أنا برهنك إنك أنت ما وصلت لهون إلا صحيح. ما كنت قعدت مع يسوع قعدات كبيرة طويلة هدمك. أكيد. أخر فول، أنا عندي سؤال قبل ما نقوم بترنيمة صالح أنت صالح، أكيد الرب صالح. أوه حترنمي هاي؟ نعم. هذه أحلى ترنيمة بحبها أنا هاي. جد؟ أنت صالح للكلي؟ لا. جديدة أجدد. جديدة بس رائعة كمان. ما بيجلنا ما بيصير جديدة. كل المشاهدين يتباركوا فيها. ماشي. كنت عم بتقول كلمة كمان، أنا عم براقب شوي حديثك. ذكرت راحت عن امبارح. يلا انت صالح، بنرجع نروح برجع بسالك برجع نروح بس بذكرك اياها. صالح أنت صالح، اسمك يا رب،
للرب كل المجد، للرب كل المجد. نحن لا شيء يا رب، نحن لا نقدر أن نفعل شيء من دونك يا رب. نعم أنت صالح يا رب، صالح للأبد. أزلي أبدي مرتفع يا الله، أزلي أبدي مرتفع يا الله، صالح أنت صالح، هللويا صالح يا رب، عظيم يا مرتفع يا رب. فخامة الاسم تكفي، نعم يسوع، يسوع، يسوع المخلص، صالح أنت للأبد يا رب، صالح أنت، صالح، صالح للأبد. قولوا معايا، صالح أنت، صالح، صالح للأبد، صالح. نعم يا رب أنت صالح، أنت عظيم، أنت مرتفع، مبارك شخصك يا رب. هاللويا. أخواتي، بدي أسأل قبل ما نروح بريك آخر سؤال لخي رفول أو الرسول رفول. الخدمات اللي حكينا عنهم بأفسس 4:11 هي فقط للرجال؟ شو تخرب لي بيتي هون الليلة؟ نعم، بدنا نحكي الحق. أو للنساء، رجال فقط أو نساء فقط، أو فين يكونوا هني الاثنين؟ يعني أنا حجاوب بصراحة على طول، مش حرح هيك وهيك. أكيد لا فرق بين الرجل والأمرأة في المسيح يسوع. أمين. الأخ الأسيس إليا ملكي يلي هو الرب أرسله من كاليفورنيا على المصيدبي حتى يدعيني، هو تعرف على الرب بواسطة أمرأة. بيقول كلمة حلوة كتير، إذا أنت عم تغرق بالبحر وجدت واحد مرة زتت لك حبل، حتقول لا ما بدي لك، انت مره بعتي رجال. هلا شو هالمشكله هذه؟ المشكله انه حتى الرسول بولس كان يهودي، وكان متاثر كثير بالديانه اليهوديه. الديانه اليهوديه يعني unfortunately للاسف كان تعتبر المراه ولا شيء. كلهم من جميع المعلمين اليهود كان يعتبر المراه لا شيء. أكبر محرر للمرأة الرب يسوع. أمين. لما جاء أول شيء نسل المرأة يدوس رأس الحية. طيب مين رأس المرأة؟ تعرف إنه المرأة بالإنجليزي بيقول the seed of the woman، يعني البذرة المرأة، المزرة. المرأة ما عندها بذر بيولوجيكيا، المرأة ما عندها، الرجال بيجيب البذر. صحيح. فكيف إنه نسل الرب؟ الله تنبأ من 4000 سنة قبل ما يولد المسيح إنه الناس، يعني الرجال ما قالوا دخلي بالموضوع. فإجا الرب يسوع من امرأة، أول شيء إجا من امرأة، بعدين أول رسول يلي يسوع أرسله امرأة، الامرأة السامرية. لما قال لك كل شيء وتغيرت كل حياتها بلحظة هيك، تركت الجرة وراحت على الضيعة، قالت لهم تعالوا شوفوا، الضيعة كلها تخلصت من ورا مرة. وكان في بأعمال الرسل كمان نبيتين 100%. صح 100%. ما خلص أعمال الرسل، نحن اليوم عم نشوف كمان وأكثر من هيك. كان في برسيلا وأكيلا. صح. برسيلا امرأة، ما بيذكر بالزمان الامرأة قبل الرجل ولا ممكن، بس هي كانت دائما تذكر قبل زوجها.
لأنه هي كانت راعي الكنيسة من زوجها. صح. عرفت كيف؟ بعدين بيقول لك إنه لما كانت المبشرة الأولى، الرسولة الأولى كانت امرأة. طيب لما قام للقبر، طيب وين كانوا الرجال؟ أول وحدة شافته مريم. مين درح؟ قال التلاميذ مريم. صح. بعهد القديم كان في قاضية، قاضي دبورة، هي خلصت الشعب. طيب شو بدنا نعمل فين هدول؟ مشاهدينا هنروح معكم ونرجع بعد البريك، خلوكم معنا وحلقة رائعة جدا، وبنرجع بعد البريك. أصدقائنا اشتقنا لكم من القلب للقلب، راجع معكم ب 16 أيلول سبتمبر. أنا رواد وجستي رح نكون بانتظار رسائلكم وأسئلتكم لنناقش مواضيع بتهم المتزوجين وكمان الشباب. عم بمرق بأمور ماني مبسوط فيها بشخصيتي. عم بسمع رواد عم يحكي أمور إنه أنا تعبان، ما عندي بقى أمل بالحياة. كان يسوع عبطني قبل ما جيت لعنده، كانت أكتر فيها ذكريات ناس حولي مناح. عشت مع فريق 16 سنة. ناطرين كل اتصالاتكم ورسائلكم تنحكي مع بعض من قلب القلب. كل شخص من هالأشخاص عنده قصة. أنا وياهم متساويين بالعلم، وبس أنتوا عطوني هالفرصة. عنده هم. كيف توصفي حالك؟ اختيار قبل عمل. بنظري أحلى مرة. عنده قضية بلبنان. لوين بدهم يوصلوا لبعض؟ هيدا صار موت بطيء. أنا عم صلي له رح يسمعني. أثار اللاجئ بحق له يحلم؟ أكيد بحق له. لأي متى أطفال فلسطين رح يضلون يلعبوا على صوت القصف؟ ملايين الأطفال بيتعرضوا لاعتداءات جنسية. المسامحة مش جهد بشري، المسامحة عمل مباشر لروح الله. أشخاص فاكرين حالهم وحدهم، ما في حدا حدهم. مش عم بقدر أتقبل حالي، ده أنا زهقت حالي. نحن حدك لنقلك مش وحدك. شوف فساد الإنسان، بص على الصليب. عدم الإيمان مش هو الشك، لكن هو الخوف. مرات بتغرقوا المخدة بالدموع، هو شايف الرب كل دمع. هات لي نبي، هات لي قديس، هات لي أي واحد مات وقام بعظمة. أنا مستعد أسكت. مع احترامي لكل ساسة العالم، كل حكمتهم ابتلعت، لكن شكرا للرب لأجل الإنجيل المبارك. قلبي فيه بالترنيمات، ربي ده إله التعويضات. ضيعت أنا فرحتي مني بجانبك.
نرجع معكم مشاهدينا. هذا الوقت لألكم، لكل شخص أخت خي بحاجة أنه يتصل عنده سؤال يسأله للضيف أو لي، نحن جاهزين، أو للأخت باسمة، أو عنده مشاركة شركة، حيلش هذا الوقت لألكم. أنتو اليوم هم نسمع كنا مخطط الإنسان ومخطط الله، هدف إبليس وإرادته بحياة الإنسان وهدف الله، لأنه أنا أتيت لتكون لكم الحياة بل الحياة بملأة. وإرادة الله الصالحة لألك ولألك. أصبح في اثنين، يا هم تعمل إرادة إبليس يا هم تعمل إرادة الله. هذا الخيار لألك ولألك. حط أمامك اللعنة، حط أمامك البركة. ننصحك ومنشد أيدك، اختار البركة. هي فرصة لألك اليوم، لأنك عم تسمع الموضوع، دعوة لألك ولكل البشرية اليوم أنه تجوا للحياة، لأنه يسوع هو الحياة وكل من يسمع كلامي يحيا. حنشوف هل أترك بابك بعد ضياي كلي. بعد في شخص معنا زوم هلا حنسمعه، بعد ما عيش أكثر من 40 سنة ضياع ودق الباب، وتنشوف الرب كيف استقبله بأي طريقة، وكيف بيساني الله بالزلمة من الموت إلى الحياة. وخلونا نسمع حقتك ولألكم. سلام المسيح خي جوزيف فحواس من أصل لبناني ساكن بالسنغال. سلام المسيح. سلام المسيح خي طون. سلام المسيح أختي فولا. سلام المسيح خي. بتمنى الصوت يطلع تنسمع الكل إذا في مجال. هلأ منيح صوت؟ نعم. أوكي. أنا بمختصر، أنا ولدت شخص مسيحي من عائلة متدينة، عائلة مرتاحة كنا، بشكر الله على عائلتي أكيد، وطلعت بكير كتير من المدرسة، ما تعلمت كتير مثل ما خيطوني قال. أنا على السيزيام كنت فالل، لحقت شغل مع بيي، اشتغلت مع بيي،
حطينا سفنجي بالشغل، صار الكذب، بلشنا بالكذب، بلشنا يعني حياة منا منيحة، كله كذب 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 كذب. لا يعني هاي بالمختصر. صار عمري 27 سنة، بدي اتجوز أسس عائلة. تجوزت، الله رزقني بعائلة، مدامتي وعندي بنت وولد سنة 98 99. بال2000 طريت فيلم من لبنان، خليت اشتغلت برا بحدود 11 سنة كمان عايش بالخطية وبالكذب. وكذب هيدا لزمني، أنا عمري 48 سنة 48 سنة. بس بدي خبرك خبرية انه الرب يسوع اجى قال عن ابليس انه كذاب وابو الكذاب. ما هو انا خلقان على الهويه بي اسمه الياس. نعم. بس اساسا انا ابن ابليس، ما اسمه الياس بي. تفضل. عم تحكي ما قبل. خلينا نسمع. طبعا. نعم. طبعا. رجعت على لبنان بال2011 تقريبا 12، اشتغلت بشركة كتير مرتبة، كان بوست كتير مرتب لال2000 تقريبا 15 شيء مثل هيك. إبليس عطاني ساعتها كار، تعلقت بالقمار. اجى شخص الله يوفقه ويسامحه ويسامحنا، يعني قال لي منروح مشوار على الكازينو. أنا قلت له لا، وأنا ابن عائلة وأنت بتعرف، وإذا شافوني وما شافوني. مهم رحنا على الكازينو مشوار، أول ليلة رايح معي 100 دولار، رجعت معي 7000، وانتهت حياتي من هاي الدقيقة. الكذب، سرقة، نصب، فيلم، مش نصب عادي يعني، الفلومة، فلومة الكذب، يعني تعمل فيلم على مرتي، على أولادي، على إخواتي، على العالم. يعني أنا أهلي ما تركوني، أختي ما تركتني، عندي أختي رفيق الدربي صغيرة ما تركتني، مرتي ما تركتني، ضلت حدي. لبينما إنه خلص يأسوا، كل يوم أحلف 100 حلفين. أنا وراي على الكازينو، أقول يعني أنا من النوع اللي أنا بسيرفيس ما بطلع، صرت بالآخر عم بروح بباص كرمال وفر أجار التاكسي. أنا ورايح أقول يا مر شربل بليز ربحني، وإذا ربحت رح أطلع لعندك الأحد. إذا ما يعني هيك صارت حياتي كلها. مرتي تقول لي منروح على الكنيسة، إلا أوكي أعمل لها 100 كذبة وصلهم على الكنيسة، حط حالي وعلى الكازينو، ما شيء بالدنيا كلها إلا الرولات، ما في شيء بحياتي. مهم من 3 سنين بالضبط صار عندي مشكلة بلبنان، اضطريت انه فيلم من لبنان، صار علي شكوى، واجاني شغل منيح بافريقيا. جيت على افريقيا، الشغل ما كان منيح كمان، اشتغلت سنة ونص بس ما قدرت كفيت، نقلت على منطقة تانية على افريقيا، كمان الشغل منه. وصلت لمرحلة، يعني ما بدي طول كتير، وصلت لمرحلة انه انا خلص انتهي، اهلي ما بيحكوني، عائلتي ما بتحكيني، مرتي، ابني، بنتي، ما حدا بيحكي معي ابدا، لانه ما خليت شيء ما عملته فيه. ما في شيء، ما في شيء، ما في شيء. يعني الذهب، يعني مرتي تقبض معاشها، تروح تنزل عم تشرب قهوه عند اختي، ترجع تلاقي المعاش ما انه موجود. يعني هيدا وانا مني هيك. خلص انا قاعد من، انا بالضبط من 12 يوم، اقل من 7 ايام بعتذر، يوم 7 بالشهر. خبرتني عن ربطة الخبز انك كنت تقسمها. ما هو هيك رح اوصل له. انا يوم 7 الشهر، انا قبل ما اتصلت خيطوني، انا مش ربطة الخبز، رغيف الخبز، اقسم للرغيف 4 شقفات. ايام ما بقدر اجيب رغيف الخبز لان حقه 1200 فرنك الباكيت 1200 فرنك، يعني 2 دولار ما معي.
جيب واحد باكيت فرنساوي حقه 10 سنت، قسمه 10 سنتي 10 سنتي، افتح اثنين اكل وحده الصبح بس. وانا من النوع، انا جبتي كبير كبيره، انا طولي 2 متر و10، تقلي 150 كيلو، ما فيي ما اكل. اقسم اثنين اكل 10 سنتي الصبح 10 سنتي بالليل. انا ما عندي بيت اقعد فيه، ما عندي اوضه اقعد فيها، عم بنام بسوق الخضره كنت. خلص انتهت حياتي، الله وقف لي حدا ساعدني واخذت رجعت اوضه صغيره. المهم وصلت لوقت انه انا خلص انتهت حياتي. من سبعة ايام ب 12 الشهر بدق لخي، كنت حكي خيطوني قبل بست الشهر، بيحكيني كان برياضه روحيه، بيحكيني بالليل. قلت له خيطوني انا خلصت، انا تعبت. انا كنت انا كنت مرقت مره واحده اخذتني مرتي عند خيطوني قبل ما سافرت بيومين، وعلى بنا بدي اطلع رياضه روحيه بس ما شاءت الظروف، كان ابليس اقوى مني بكتير وسافر. حكيت خيطوني، قلت له انا خيطوني خلص انتهيت. قال لي انت بدك، انت مسيحي؟ قلت له اكيد. قال لي بتعرف المسيح؟ قلت له وش مسيح بي؟ قال لي لا انت كذاب ما بتعرف. شو يعني المسيح؟ قلت له المسيح ولو بي. قال لي لا انت ما بتعرف، انت منو بيك المسيح، انت بيك ابليس. مهم لقطنا ورقه وقلم، اخذت دروس، بعت لي كتب. بس بدي احكي نقطه، انا ما بحياتي فاتح انجيل وما بحياتي قارئ نهائي، ما بحب اصلا. ويعني انا بعرف اقرا، تارك المدرسه بس بعرف اقرا واكتب. اول يوم كل الليل بس سكرت مع خي توني، انا كان لي 4 اشهر بني نايم، قعدت قريت 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 قريت، نمت الهيدفون بايدي والكتاب بايدي، نمت 3 الصبح وعيت 10. المهم تاني يوم بلشت انجيل، لفتت لي نظري وهيك غرست بقلبي جمله بمرقس الاصحاح 1، ها انا ارسل امام وجهك ملاكي الذي يهيئ الطريق قدامك. يعني هو رسل لي توني، انا بالنسبه لإلي خي توني هو الملاك اللي رح يدلني على الطريق. انا قال لي توني، قال لي انت بدك ولا ما بدك؟ قلت له لا انا بدي، وانا بوعد المسيح انه انا بدي. بينام. وانا بشكر المسيح الي من يوم 12 الشهر لليوم. انا واحد تاني، انا ما كان معي اجار البيت. ما كان معي اجار البيت، ما بعرف كيف اجى اجار البيت. ما كان معي اكل، ما بعرف كيف اجى الاكل. انا قاعد باوضه 4 امتار ب4 امتار، مبسوط كأن قاعد بقصر يلدز، مبسوط في كمية فرح غريبة. كل نهار أنا كنت مدمن تلفزيون ومصارعة. بيحكيني أخ من الإخوة بتعرف عليه هو سوري، قلت له أنا هلأ عم بحضر أجمل فيلم مصارعة اللي هو مع المسيح، عم بتفرج على أفلام. أنا يعني أنا وين؟ أنا شو عملت بحياتي 48 سنة؟ معلي أنا طولت شوي، بس بدي في عندي طلب أخير. أنا في 4 أشخاص أنا غلطت بحقهم كتير، وبتمنى قدام كل هالعالم اعتذر لهم وأطلب منهم الغفران والسماح، بعد أكيد المسيح أولهم. أنا بطلب الغفران والسماح من مرتي رفيق الدربي وبنتي وابني وأختي. لأنه كتير غلطت فيهم، والله يبارككم وهيدا كل شيء يعني. والله يعني الله يا رب، وبطلب من المسيح على طول انه يضل مقويني، وانا بقوة المسيح وبقوة دمه رح ضل قوي. وانا معلي خيطوني في شغلة، انا هلا امبارح حطيت الاسفنجي من اول يوم حكيتك حطيتها على الانجيل. ما بدي اسفنجي تشرب شيء غير الانجيل. امين.
أنا بدي أقول لك كلمتين خيي جوزيف. نعم. الرب يسوع الصليب قال اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. قال للإمرأة كمشوها بفعل الزنا، من منكم بلا خطيئة فليرجمها أولا بحجر. صحيح. وبصلاة الأبانا علمنا اغفر لنا كما نحن نغفر. أمين. والله للإمرأة الله ليه حدا دينك؟ قلت لا، والله أنا ما بدينك، منش ما في دينوني للذين هم بالمسيح. أكيد حلو إنه نعتذر عن أخطائنا، ولكن أنت اليوم الرب حيعود لك عن كل شيء أكله جراد أضعاف، كل شيء إبليس سرقه من حياتك، حياة مرتك وحياة وعائلتك، وحيعود لأختك ولعائلتك ولكل شخص، وما تكون بس سبب بركة لألون، حكون سبب بركة لكتير عالم. والإثبات عن ذلك كنت أنا بأيام من حياتي كنت مثلك كذاب، وأنا عملت سلب حتى بحياتي وتجارة مخدرات كرمال الأقمار وهلوم مجرة، وكانوا الأهل وقت يسمعوا أنه أولادهم ماشيين معي يخوتوا. اليوم الرب هو رفعني وصاروا الأهل بيتصلوا فيني كرمال أولادهم، والرب حيرفعك ويجعلك كمان يجعلك خادم حقيقي للرب، ويجعلك سيد بشر باسم يسوع. والرب يباركك. والرب يبارككم يا رب. ويباركك جوزيف، وتعيش وتشهد للرب يسوع. امين امين امين. ويباركك اختي بولا ويخلي لك عائلتك. خليك معي، بس بدي اقول لك انا فخور فيك جدا جدا جدا، وعندي ثقه فيك عمياء، لانه عندي ثقه بالروح القدس اللي فيك. حناتي خينا رفول يقول لك كلمه هيك اخيره. حبيبي يعني سلام المسيح. سلام المسيح معك ونعمته معك. انت ابتديت بداية حلوة كتير. بدي اقول لك وعد حلو كتير من الكتاب المقدس، الذي بدأ فيك عملا صالح هو امين انه ايه يكمل العمل هنا. هلأ في اختبارات كتيرة بعد تتخذها من الرب يسوع، بده يملأك بالروح القدس، بدي حتى حيمكن يعملك رسول، يرسلك هذا كتير رسول، انه حيرسلك لناس غيرك. خبر وين ما تروح، خبر ما فعله الرب معك. امين. اكيد كل ما تخبر كل ما حتنتصر اكثر. امين. هللويا. قديش الرب ميرسي خي جوزيف، الرب يباركك. شكرا شكرا شكرا. مع الرب بننام هالشيء بنقوم هالشيء، اخبار مفرحه دائما. أنا رجعت تذكرت توني بس وكتبت أخ رفول، كتبت تما أنسى. فضل. هلأ الأخ جوزيف المبارك كمان كان عم يلقي شهادة حياته وذكر كلمة كان ملاك أرسله، يعني أرسل الملاك توني استخدمه كرمالي بشره. فمرسل مدعو. بس أنا مش ملاك، أنا ابن. إيه لا هو قال ابن الرب. هو قال، بس هو قال انك انت الملاك اللي انت الملاك اللي رب ارسله كرمال تبشره. انا حسب ما هو تكلم جوزيف، في موضوع مهم هوني. فانا هيك حطيت النقط، قلت انا بدي اترك لك اياها. حكينا لنرجع شوي لورا، حكينا مدعو مرسل، ارسلني الرب، ارسلني يا رب، مدعوين مختارين. شو الثلاثه بين بعضهم؟ الكتاب بيقول في كتير مدعوين، مش كل شيء مش كلهم مختارين. هل المدعو مختار لا. او رسول او هيدا انا السؤال. واو انت سؤالك عميق كتير. هلا الرب بيدعى الجميع. لكن ما بيختار الجميع. طب ليش؟ هلا في بنش بقول لكم اللاهوتيين، يعني لكان يعني الموضوع اختيار، بحسب نحن عندنا اراده. طبعا في عندنا اراده طبعا. طب ليش الرب بيختار ناس ما بيختار ناس؟ لانه هو بيعرف كل شيء شو حيصير قبل ما يصير. فاختياره مش انه انا بدي هيدا وهيدا بدي هيدا، هو بده الكل. بس بيختار يعني. بس لمين بنقول مختار؟ يعني شو الفرق بين مدعو مرسل مختار؟ لا بتروح هيك، مدعو مختار مرسل. نعم اوكي. فبيدعى الكل، بيختار شوي، بيرسل اللي بيختاره. امين. مش الحال هيك. حلو. فالمدعو بالترتيب. نعم. هو يدعو الجميع. يختار القليل يلي هن عندهم طاعة. امين. الطاعة هذا اهم شيء. امين. هذا اهم شيء. ما في طاعة ما فيش اختيار. في اختيار في ارسال. امين. هلا انا
عندي شعار بالكنيسة عندي كتبه على كل الحيطان، مدعوين مرسلين. شو هي هالكلمتين هذا الشعار؟ بدعو ناس من عالم الظلام، بنظفهم وبمرنهم، نعم، برسلهم لعالم الظلام حتى يدعوا اخرين. ترسلهم لعالم الظلام؟ شو لكان؟ شو لانه تم نحن ما يسوع راح لعالم الظلام. تقول لي شو عالم الظلام يعني؟ على كل الناس بالظلام ما كان عم يحرق اخطوني. ترسلهم للعالم يعني؟ للعالم يعني، لانه العالم هي الظلمه. هيدا نعم. الظلم عم بحكي علينا. نعم. عالم الظلام كل شيء بعيد عن الرب كله ظلم. طبعا ما في نور الا بالرب. أمين. كل انسان ما بيعرف الرب عايش بالظلم. اكيد. مشان هيك مش يعني ما في اولاد الله، مش كل الناس اولاد الله، لانه في فرق بين الخليقه وفي فرق بين الابناء. واو شو مهم انت سبقتي لي كان تلميذتي خلي تحكي هي شو بدك انا بقى لا انت عم بتخليني عم تفتح لي قابليتي. انا ما شفت حدا قال هالكلمه لانا روحي. انا ما كنت بعرف حدا بيعمل الا انا هيدا الروح القدس الروح شغال لانه بفكر انه انا خلقني انا ابنه. لا الله خلق كمان الزراف الزرافه مش بنته. صحيح. الخليقه ما بتهتم لا بتعمل اولاده. صح. ليش شو بيعملوا أولاده؟ الاختبار الولادة الثانية. ليه اختوني؟ لأنه المولود مرة بيموت مرتين. صح. بس المولود مرتين بيموت مرة واحدة. صح. ففي الموت الثاني هذا أهم من الموت الأول. صح. قد وضع على الإنسان أن يموت مرة. مرة. الله ما بده حدا يموت مرتين. الموت الثاني هو الانفصال الأبدي عن الله. الأبدي الانفصال عن الله. فإذا أنت مش مولود مرة ثانية ما أنك ابن الله ما بتعيش للأبد. صح. فهذا الموضوع مدعو. الله يدعو الجميع إلى التوبة. يختار من ويرسل. المدعوين ويرسل. هلأ لكل شخص هم يسمعنا قبل ما نسمع الترنيمة من مرنمي باسمة، كل شخص هم يسمعنا هو اليوم من مدعو. أمين. مدعو. إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم. هللويا. ما تعنده حكي عن الطاعة. قل له يا رب جربت كتير اشياء بحياتك وحطيت سقطك بكتير اشخاص بحياتك، ولو مرة انا بشدها ايدك انك توثق بهالدعوة وتعطيها مساحة بحياتك تختبر ان كان هذا الكلام هو حقيقة حيظهر زيته لألك، وان كان لا بلي شو بدك فيه. بس انا بدي اقول لك كل انسان مع ابليس وكنت انا واحد منهم بيعتبر حاله انه ذكي كتير واللي بيعرفه ما حدا بيعرفه. وبالنسبة لألك أو لألك نحن بهلين أو بوفر بيقولوا بوفر أو معترين قراء. إذا في شيء جديد عندكم أنا مستعد أترك المسيح وروح معكم إذا في شيء أحلى من المسيح. وإذا في شيء بالمسيح أحلى منكم تواضع وتأخذه وببلاش هونيك لك فحق وزل. لأنه أجرك الخطيه زل وافتدوا الوقت والوقت قصير. لحق حالك وتعا انتقل من الموت الى الحياة. هللويا. تختبر ولو لمرة واحدة حقيقة النصرة، حقيقة الفرح، لانه الوكيل الحصري للفرح الحقيقي هو فقط الرب يسوع، والوكيل الحصري للسلام الذي يفوق العقول هو فقط من الرب يسوع المسيح. بقى حرام تجي على الحياة وتعيش ما اختبرت الحياة اللي هو يسوع فرح والسلام، والكون كله عم بيبرم هالفرح والسلام. صح. مش عارف انه هو عطية مجانية لكل انسان بيقول نعم. قول نعم اليوم. خلينا نسمع يعني ترنيمة. كيف قرأ لا شيء لنا ونحن نغني الكثيرين. Sister.
معنا اتصال من الاخ شادي سليم المسيح فادي. سليم المسيح فادي، سليم المسيح بقلبك حبيبي، تفضل. ايه خيي توني، انت بسمعين بعدني عم بسمع هيدا. انا بدي اقول لك خيي توني انه انا كنت انه بصلي كثير، نعم، بس بعدني مش مرتاح نفسيا، يعني ما عندي سلام المسيح، ما عندي، دايما عندي تعب بحياتي، ما في راحة بحياتي. وطلعت مرتين وثلاثة على الرياضة الروحية معكم كمان من مدة، وما ما عاد كفيت معكم، وما بعرف إذا فيك تنصحني بشيء. أول شيء أنا بتشكر لك إنه بعدك عم تتابع وبتحضر هالحلقة، ونشكر الرب هالجهاد اللي عم تقوم فيه رغم كل محاولات اللي عم تقوم فيها كرمال تختبر ولادي جديدي بالمسيح يسوع. ولكن الصلاة اللي ما بتغيرها غيرها، والصلاة اللي عم نصليها نحن ما عنا صلاة، هو بيعلمنا الصلاة بالروح القدس. بقى وقف تقول عم بتصلي، قل له ما بعرف، وبلش أول خطوة، قل له يا رب ضويني وين العائق. شو هو العائق؟ قولك يا رب في قرار إسا ما خدته بحياتي هو عائق إنه تسكب روحك فيني، اللي هو قرار إني أنا أرجع عن خطأ عم بقوم فيه، أرجع عن قول اسمه وسمر يدل على توبتكم. يمكن في دالة بدك تعمله بالتليفون، بدك تمحي رقم،
يمكن كامش هالشخص شيء بدنا نطلقه نغفر له ونباركه. يمكن بعد في تذمر هالعالم وهالرب. طيب ليه أنا ما ملك كل شيء؟ بلش اشكار الرب على الوضع اللي انت فيه بالشكر. بلش اشكار، بلش اسأل الرب يا رب وين هو العائق، وبلش هيك تسكر دينتك على العالم. لأنه مثل إنسان في عنده نزيف بحياته، فات هالمستشفى تنسكر له النزيف تيحط دم لأنه ما عنده دم كتير. إذا ما سكر النزيف منحط دم وبيروح الدم، منحط دم بيروح الدم. تطلع الرياضة الروحية بتقول طلعت وما استفدت، لأنه في نزيف بعد أنت إسا ما سكرته. بقى سكر النزيف وكون أكيد ما حدا بيجي عند الرب وبيرجع خيب أبدا. أتحدى، ولكن علينا نسأل الرب شو هو العائق، شو هو العائق بحياتنا. يمكن ما عندك شوق بداخلك لأنه أنت طلبتموني من كل قلوبكم تجدونني. يمكن أنت بعدك اليوم عم تطلب الرب من الرب ترتاح، بس أنا بدي أقولك قلو أنا برتاح وقت بطلبك أنت. ما بدي منك شيء، بدي إياك. ما بدي أتجوز أو تغير شخص تي أنا أرتاح، بدي إياك تغيرني تي أنا كون مرتاح بكل شيء. في كتير اشياء بتمنى خيي فادي ترجع هيك توقف صلاتك اللي عم بتصليها، لانه صلاتك ما بشك انها صلاة. ربي يباركك، تحبها كتير. في شيء كلام بدك تقول له؟ يعني ما بينزيد على كلامك، بس حبيت قلت كلمة الشكر. العائق اكيد 100%، بس الكتاب بيقول لا تهتموا بشيء بل في كل شيء. يعني بالانجليزي شوي احسن، don't be anxious، ما يكون في عندك anxiety، ما يكون في عندك اضطراب، ما تهتم بشيء، بل في كل شيء مع الدعاء والصلوات والشكر. مع الشكر ليش الشكر مهم جدا؟ لأنه يسوع صرخ أعظم كلمة على الصليب، قد أكمل. يعني قد أكمل خلاصي شفائي سلامي. فأنا بلزم أقول له أشكرك يا رب. الناس بيقول لك يا رب شفيني يا رب، لا قل له انا اشكرك لانك انت شفيتني. كل شيء حصل بالماضي، نحن بالشكر بنحصل عليه هلا. امين. اطلبوا امنوا قد نلتموه، مع الشكر يكون لكم. امين. كمان في ايام خير فول العائق لاني اسمح للروح القدس يشتغل بحياتي شو هو؟ يعني هل في ممكن عائق خطيه؟ إيه كمان إسا في خطية من نوع مش مبين إنها خطية، هي فكري وقت ببلش الشك. إيه بفكر كيف أنا كيف بعدين في عندك كتير ناس أنا ما بستحق. كمان طب ما نحن كنا ما بنستحق. مين فينا بيستحق؟ بس مش إذا كنا بنستحق ما في نعمة، بس نشكره عشان النعمة. فهيدا كتير لك لا أنا كل الناس بالأنا، يعني أنت عم تدعي على نفسك. كمان في أشخاص بيحطوا شرط هالرب 100%. أنا بدي أجي لعندك تنشفى من هالشي اللي ما قدرت عملته هالشي. كمان ما أنت بدك أنا حبيت لما كنت أطلب، لما تطلب مجوزني كتير. هلا أنا صلي راعي 40 سنة، كتير ناس بيجوا يا أسيس صلينا بدنا الرب إرادة الرب يعني بس مري حلوة. طب شو إرادة الرب بس مري حلوة؟ طب أركيه بدي واحد يك واحدة بشعة. طب شو إذا بدك يا بدك إرادة الرب يا بدك مري، مين بدك مري ولا إرادة الرب؟ صحيح. معنا اتصال من اختنا ماري. سليم المسيح ماري. اي ماري. سليم المسيح هي توني ما ماري مش انت اللي بحكي عليك. عم يقصد عليكي في عريس. هيدي ماري بايطاليا. وخصيت تفضلي اختي. سلام المسيح هي توني. بقلبك كثير عم بسمعكم بوضوح. نشكر الله عليكم، نشكر الله على الأخ معكم. نعم. أنا بس بدي أحكي كلمة صغيرة خيطوني. فضل. أنا من بعد ما اختبرت الولادة الجديدة ومن بعد ما تعرفت على يسوع من خلال رياضة روحية أحضرتها معكم، نشكر الله عليكم. بدي أدعي كل إنسان، كل إنسان مسكر قلبه ومسكر كتابه كتاب الإنجيل يفتحه عن جديد، يرجع يفتح قلبه للرب، لأنه الرب بده يينا ودعينا كلنا. كلنا مدعوين وكلنا مثل ما تقول بحقيال بالعظام اليابسة
بيقول الرب سأدخل فيك روحا فتحميني. فأنا قبل الولادة الجديدة كنت هالعظمة اليابسة، وربنا أعطاني من روحه من خلال الولادة الجديدة اللي هي روح القدس، وجعلنا نحن هياكل للروح القدس لنقدر نبشر بكلمته. فلنبشر بكلمته نحن خيطوني، لازم ضروري ضروري نعرف كلمته، نفتح إنجيلنا لنقدر نتعرف على يسوع المضبوط، يسوع الحقيقي. صحيح صحيح صحيح. فأنا هيدا يلي بطلبه وهيدا اللي فاقدين له بهالأيام. نعم. حتى نرجع نعيش الولادة الجديدة مع يسوع، وحتى لبنان يرجع عن جديد. نعم. بولادة جديدة، لأنه أنا بوثق 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 لما منسلم نحن هالبلد ليسوع، هالبلد كله رح يتغير. صحيح. بخلال ثواني. فأنا هيدا اللي حابة أحكيه وعقلبي إني أحكيه، إنه بليز 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 رجعوا لكلمة يسوع، ورجعوا للإنجيل، ورجعوا افتحوا الكلمة، ورجعوا تعمقوا بكل كلمة قيلنا إياها الرب، لأنه من 2021 سنة لهلأ كلامه ثابت الرب، ولهلأ كلامه عم بيشتغل فينا نحن. آمين. أشكر الله عليكم. أنا بصلي لكل شخص إنه اليوم الكلمة هي حية، والكلمة تتفوتها الإنسان تتجعلني أنا إنجيل خامس مكروء. اليوم بحاجة أكثر ما أنه نحمل إنجيل، نكون حاملين يسوع، واللي بيشوفنا بيشوف يسوع بدون ما يشوف كتاب يدلنا أنه نحن مسيحيين. نقصنا كتير، نقصنا كتير، نقصنا معرفة الكتاب كتير، نقصنا الأشخاص. تعرفي أختي، نحن بلبنان خير فول، للأسف للأسف جدا، المسيح الذي يهدي إنجيل أصبح بدعة، والمسيح الذي يتكلم عن يسوع أصبح تهمة، والمسيح الذي يكرز بالمسيح أصبح في حكمة لا غيابة. للأسف للأسف. ربي يباركنا، ومنصلي الرب يأتينا جرأة، لربنا ما بيهدى وليه بيرتاح وليه بينعس وليه بينام. أمين. ونكون خدامه لهيب نار. أمين. ليه من خاف، ليه من هيدا وليه من هيدا، حتى الشهادة لآخر نفس حنحكي الحق ونبشر بالمسيح ونعلن خلاص للعالم كله، لأنه ما فينا ننام ببيوتنا والعالم هو تحت حكم سيطرة إبليس لوها آخر نفس بحياتنا. المسيحية رجال وما بيخوفوا، والنسوان رجال وما بيخافوا، بمعنى كدا كدا نحن. طيب. جبارين بس بالروح ما فين مرة ورجال. سمع. لما نحن نقول رجال، الكتاب والرجال يعني رجال إيمان. رجال إيمان. نعم. صح، رجال أمين. طيب خينا عندي هيك شوي، بدي قبل ما نصلي سوا، الله يستر. برأيك كرسول اليوم عدم الوحدة ليش بتأثر عن انشقاق جسد المسيح، وداش الوحدة بتجعلنا نكون عم نخدم وما يكون في نزيف بالخدمة ونحقق مشيئة الرب؟ لأنه هون بيوحنا 17 بيقول: ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بكلامهم، ليكون الجميع واحدا، كما أن أنت أيها الآب فيا وأنا فيك، ليكونوا هم أيضا، ليكونوا، بحس أنا فار أمر، ليكونوا هم أيضا واحدا فينا، ليؤمن العالم أنك أرسلتني. يعني اليوم إذا ما كنا واحد فيه مش حيأمن العالم بالمسيح، هذا الشيء مربوط بالوحدة. وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني، ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحدا، أنا فيهم وأنت فيا، ليكونوا مكملين إلى واحد، ليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني. مربوط مربوط مشيئة الرب، وأنه الرب العالم ينكشف أنه الله أرسل ابنه بوحدتنا. اليوم للأسف إذا طايفة روح، إذا أنا رحت طايفة آخر عن طايفتي، صرت بيقولوا لي لا رحت محل كأنه هونيك، بحس هيدي رحت كباريه أو رحت كازينو. يعني أبقى روح كازينو
ما حدا يمنعني. إذا قالت رايح بدي زور شخص بعرفه هذا من طايفي غير، صرت نزل حكم علي وكنت روح الكباريات وروح الكازينوات وروح أعمل كل السوق، ما حدا قال لي لا إلا طايفي تاني. كأنه 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 في روح تحزب بعدم الوحدة. بروح التحزب إذا كانت موجودة بالكنايس، أصبحت الكنايس عم تسلك بالجسد، هذا شيء خطر. أنا عم بحكي السؤال لألك يعني كله هذا السؤال. واو نعم يا بي، واو هاليلويا. هلا للأسف في بعض كنايس كبريت مش طوائف، في بعض دكاكين بالعالم كله للأسف، في ناس يلي هن منهم مدعوين ولا مرسلين، دعوا حالهم وأرسلوا حالهم فتحوا دكاكين تجار. لكن هلا أنت شو قريت؟ هذا مش كلام، هذه صلاة. ومين صلاها؟ يسوع. في خطأ كتير بالكنائس بتعلم إنه أبانا الذي هي الصلاة الربانية، هذه مش الصلاة الربانية، هذه الصلاة الربانية. أبانا الذي صلاتنا نحن، يلي هو علمنا نحن كيف نصليها، مش هو اللي صلاها، مش صلاة الرب. لا، أبانا الذي في السماوات هذه علمنا نحن نصليها، هو صلى هذه الصلاة. طيب ليش صلى هذه الصلاة؟ هلا هو كان فارغ، عارف حاله حيموت. لما أنت لا سمح الله عارف حالك حتموت، بدك تجيب الناس بتحبهم وتخبرهم أعظم كلام، آخر كلام، آخر كلام، آخر وصايا، آخر وصايا أهم شيء. بس كمان مش كده كلام، وصليها، صليها، لأنه مثل ما أنت قلت، قلت كلمة كتير حلوة، يكونوا. يعني رب يسوع عم يصلي وعم يتنبأ. أنا بؤمن بكل قلبي إنه نحن مش حيجي المسيح لكنيسة متفرقة، مش ممكن، وهذا اللي عم بيأخر مجيئه. بس بؤمن في كنيسة وسط الكنيسة، تفسرها كنيسة المسيح، مش الطوائف، مش ال مش ال يلي عليه هيدا كنيسة فلان وفلان وفلان أسامي وفلان. صح. بس بهالمحلات كلها هاي في ناس موجودين يلي هني حقيقيين، يلي هني مغرمين بالرب، هيدول جسد المسيح، هيدول الكنيسة. صدقني بأي بلد كان متحدين. هلا كمان في شيء اسمه وحدة، في اسمه واحد. يسوع ما صلى للوحدة، الواحد، الواحد فرق كبير. العالم بيتوحد، الأحزاب بتتوحد، الناس بتتوحد لوقت معين، لغرض معين، لمصلحة معينة. يسوع ما صلى نحن نتوحد، صلى نحن نكون واحد. كيف؟ كما هو في الآب واحد. يعني عندك الله، معلش إذا ممكن بس دقيقة بس هيك، الله هو قرر انه يكون ثلاثة بواحد. لو عمل حاله واحد بواحد كان وفر علينا كلام كتير ومشاكل كتيرة. بس عمل حاله ثلاثة بواحد حتى يكون في عنده شركة، لأن الله محبة، والمحبة لازم يكون في اكثر من واحد تقدر تحب. صح. وتحب حالك. أمين. فلازم يكون ثلاثة بواحد حتى يحبوا بعضهم. ونحن مش هيك، الله عملنا مثل بده. يسوع صلى انه نحن نكون مثل الآب والابن والروح القدس واحد، مش متحدين، واحد. واحد يلتصق الرجل بأمرة ويصيرون جسدا واحد. واحدا، مش متوحدين. صح. مشاكل بالزواج انه عم بيحاولوا يتوحدوا، لا، بتكونوا واحد، واحد تفكير، تفكير واحد. صح. هدف واحد. أمين. روح وحدة، عطش واحد. صح. امين. امين. معنا صلاة باسمة قبل ما ننهي بدي بس اقول لكل المشاهدين ناطرين اتصالاتكم قبل ما يخلص البرنامج على الهواء، وعندنا صلاة خية لأجل عائلة بده الرب يتدخل لحل المشاكل فيها. امين. هنترك مجال لخينا صلاة ايضا من اجل، هلا عم بيقولوا لي بالرجي، صلاة من اجل إيلان وعائلتها. امين. من امين. معنا ضيقة، نرفع كل شخص عم يسمعنا، تفضل. قبل ما صلي للكل عم يسمع، الروح القدس، نحن تكلمنا عن رسل وأنبياء، في روح نبوية. الرب عم بيقول لي جميلة عم تتفرجي وقاعدة عم تبكي لأنه جوزك بيضربك. الرب عم بيقول لك هلا حاجة تصلي الرب يغير جوزك، صلي أن الرب يغيرك لأنك أنت. اركعي
وقول يا يسوع غيرني باسم الرب يسوع. أصلي إنك رب يلمسك هلا وخليكي. لكن صلاتي لكل الناس اللي عم تتفرج هلا، صلاتي إنه نعمة الرب يسوع المسيح وقوة الروح القدس تستلم قلوبكم الآن. يا ريت يا علي هلا تركع وتقول يسوع أنا بحبك، لأنه هو مش بس مات لجورج، مات لعلي كمان، وبيحب الرب الجميع يأتون إلى معرفة الحق. ما فيش أعظم معجزة إنك أنت تطلب الرب يسوع مخلص شخصي، بتصير مولود ثانية، هيك الروح القدس بيدخل لقلبك. آمين. بعتذر من كل شخص اتصل فينا أو طلب منا شيء ما قدرنا نلبيناه. منصلي لحلقة مقبلة، ننهي بآخر ترنيمة، وربي يباركك. بنتشكرك كتير هوقتك، بركة كتير كبيرة لينا ولمحطة السيد سبا والبرنامج السيد السارة الروحية، وحضورك معنا بشكرك هوقتك. شكرا حبيبي، أنا البركة. حافظني بالأرض اللي أنا فيها لا ينعس، شغلته كبيليك إنه يحفظك. الإنسان المؤمن بالمسيح بده يكون مستعد بجهزية تامة لكل عمل صالح. آمين. كنت عم بسعى للمحبة، كنت عم نبش على العاطفة. الله عايز يبص من فوق يلاقي في محبة بين ولاده. افتح قلبك للرب، الرب بده إياك، بده يرد لك كرامتك. يعني بيحب المسيح يترجم محبته بأعمال صالحة. بننفع الطلبة في اسم يسوع المسيح من أجل لبنان. كنت عم بصرخ للرب، أنت جيت كرمالي، ميني أنا لتجي كرمالي وتخلصني. ليتقدس اسمك. أنا كنت عاتبه للرب، ليش عم تعمل هيك؟
في كتير حروبات موجودة بالعالم، والشاطر اللي بيخلص نفسه. اللي لفت لي الانتباه هو الكتاب المقدس. طلعت بالكتاب المقدس هالقد تخنه؟ وقام يسوع من الأموات لنا حرية. إذا إجت فكرة من فكر المسيح طلع بسرعة. رب كلمني من خلال بروجرامكم إنه أنا موجود وأنا حي ومنك وحدي. من أروع المفاتيح اللي تخليك عايش ناجح وصحيح. أمراض القلب هي القاتل الأول للبشر. من الألفاظ المشهورة كلمة انفصال في الشخصية. كل أب وكل أم بقول له من فضلك اهتم بعيون طفلك. الحب مش إحساس، الحب فن يجب أن نتعلمه. البكتيريا دي لما بناخد مضاد حيوي بتموت وبتسيب أنواع تانية ضارة تبقى موجودة. في ناس كتيرة متخيلة أن حب الشباب ده بيظهر بعد المراهقة، في حب شباب بيظهر قبل المراهقة. الخطأ في تشخيصه والخطأ في علاجه بيؤدي إلى كوارث. الإساءات اللي بتعلم فينا بتيجي من أقرب الناس. خلي المريض بتاعك يبقى دكتور في المرض بتاعك. بعطي معلومات جديدة، خاصة عم يجينا أسئلة كتير عن موضوع الفاريانس السلالة الجديدة. عاوز أقول لك إنه المجال الوحيد اللي ما تقدرش تطلع معاش فيه هو خدمة ربنا. شو بتعمل إذا بالصدفة التقيت بكاهن على طريقك وسألك كيفك أنت والمسيح؟ حلو سؤالك. أنا والمسيح كتير منيح، بس أنا ورجاله مش منيح. مدامك ذكرت المسيح اسمع قصتي. أنا والمسيح خبرية كبيرة. أنا والمسيح قبل ما كنا أصحاب. المسيح بحبني كتير. كيفك أنت والمسيح بالأوقات التالية عبر شاشة سات سبعة. الموت وما هي الحياة؟ الشهيد أنا لا أراه شهيداً إلا لأنه كان أميناً للمسيح. لماذا تزحزحت المنارة؟ علينا أن ندرس التاريخ. إذا ربنا دعاك بالنعمة أنك تخدمه، قدر النعمة وصونها واحترمها وعيش خادم أمين لربنا. تحت شعار open minded بشوف فساد أخلاقي كبير. الكنيسة اللي ما تحترمش مبادئ الله وقداسته هتقفل. زي ما الطبيب بيكتب دواء بيساعد العيان، الخادم بيخدم خدمة بتساعد الناس. لو ربنا قرر يصغر حد ما فيش قوة في الوجود هتكبر. واليوم رغم كل الشر والسواد يوجد رجال الله. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج اسأل دكتور ماهر.
الحقيقة على مدار الحلقات اللي فاتت، يمكن السبع حلقات اللي فاتت، ابتدينا سلسلة طويلة شوية عن موضوع الأبوة. أول أربع حلقات يمكن كنا بنتكلم فيهم عن أزمة الأبوة بشكل عام، وبعدين خصينا ثلاث حلقات عن أبوة الله. والحلقة دي ويمكن حلقتين جايين هنكون بنحاول نتناول بعض الأسئلة اللي حضراتكم شاركتم بيها. بس في البداية عايز أرحب بيك يا دكتور. زيك؟ أهلا يا حسام، طمنا عليك. أنت بخير؟ أشكر ربنا. طيب يا رب دايما. أنا شخصيا فعلا كالعادة مستمتع جدا بوقتي مع حضرتك. شكرا. وعلى مدار يمكن الأسابيع اللي فاتت استقبلت رسائل يعني مش قليلة حتى بشكل شخصي عن قد إيه الحلقات ابتدت تدي إطار ينفع إن ناس كتير تفكر في ضوءه عن موضوع الأبوة وعن ضرورته وعن أهميته. وحجم الأسئلة الحقيقة اللي جالنا على سليدو يقول قد إيه إن الموضوع ده لأ موضوع كبير، ويبدو إنه كان فعلا يستحق إن إحنا نقضي فيه الوقت ده كله. فأنا على مدار الحلقتين الثلاثة اللي جايين دول عايز بس أشارك حضرتك ببعض الأسئلة. وأنا عارف إن أنت مش دايما بتحب دور الشخص اللي بيدي يعني أحكام نهائية كده، أعمل إيه فتعمل كذا، أعمل إيه تعمل كذا، فاستحملني شوية في الضغط بتاع عندي سؤال بيقول أعمل إيه بالضبط، فاحتملني في المحبة يعني في الحلقتين ثلاثة دول. ولكن أثق برضو إنك حضرتك هتبقى بتدينا أطر أكبر نفكر في ضوءها أكتر من مجرد نصيحة على الضيق يعني تخلص موقفنا. جزء مش قليل من الأسئلة كان متعلق بموضوع التربية بشكل عام. إحنا اتكلمنا عن الأبوة وضمنا اتكلمنا شوية عن التربية، لكن أعتقد الحلقة دي لو تناولنا بعض الأسئلة اللي متعلقة بالتربية يكون أفضل. لكن قبل ما أدخل في أسئلة بعينها يعني أتمنى لو حضرتك تدينا يعني فكرة عن مبادئ عامة على أساسها نقدر نفكر في موضوع التربية. إيه هي التربية؟ بنستخدم الكلمة كتير لكن مش دايما بنبقى متفقين على إيه اللي مقصود من الكلمة دي. أوكي حسام، يعني بشكرك على المقدمة المهمة دي، وحابب بس أأكد على حاجتين أنا ما بعرفش أعملهم حقيقي، مش يعني تواضعا لكن ما بعرفش أعملهم حقيقي. الحاجة الأولانية ما عرفش أدي زي ما بنقول يعني كأني فتوى في شيء معين. أنا اجتهادي كله أن أقدم فكر، والفكر ده الشخص بيستقبله ويخبطه بالأفكار اللي عنده ويمتحن الأفكار اللي عنده أو يمتحن الفكر نفسه ويوصل لمنهج معين يسلك به في أي قضية من القضايا. لكن أنا لا أعرف ولا أحب أني أعطي فتوى كيف تتصرف في هذا الأمر، ما أعرفش أعمل كده، يمكن غيري يقدر، أنا ما بعرفش. الحاجة التانية اللي بخاف منها بقى، مش بس ما بحبش أعملها وما أعرفش أعملها لكن بخاف منها، هو أني أعطي مشورة على الهوى. أنا بقعد مع الشخص أحياناً وقت طويل جدا وأحاول أفهم خلفيته وأحاول أفهم ظروفه عشان أقدر في النهاية أعطي رأي طبي أو رأي نفسي في الصحة النفسية. فما بالك بسؤال جاي أنا ما أعرفش مين اللي سأله وبيتكلم عن مين وإيه نوع شخصيته وإيه نوع المعاناة اللي هو بيعانيها، ولا يمكن بعض الجمل يعني تعوض عن الجلسة. فعشان كده أنا ما بقدرش، وده بعاني منه احيانا، انه بعد اجتماع في كنيسه مثلا ولا بتاع واحد يقول لي عندي استشاره، ما اعرفش اعمل استشاره على الهوا، ما اعرفش اعمل استشاره على الواقف. فده عجز عندي، ما اقدرش ان انا اعطي رايي في او اعطي مشوره نفسيه على الهوا وانا مش قاعد مع الشخص وجها لوجه وبقراه وبشوفه.